انا مش عارف الحاج ابراهيم هيفضل متحملهم كده لحد امتى. كل ما اوضه خلاص اتعدلوا يرجعوا يعملوا تاني حركاتهم السخيفه دي. انا متضايقه قوي عشانه يا رأفت، ده انت لو شفته هيصعب عليك. ربنا يكون في عونه، اهو ده فعلا الاب اللي تربيته وتعبه كله راحوا على فشوش. عندك حق، خلينا فيك دلوقتي. مش ناوي بقى ولا ايه؟ على ايه يا رحمه؟ الجواز طبعا، ولا هتقعد ترازي فينا كده طول الوقت؟ والله يا رحمه الموضوع ده خلاص ما بقاش بيجي على دماغي اصلا. ازاي يعني؟ زي ما بقولك انا شلت موضوع الجواز ده من تفكيري خالص. ما ينفعش يا رأفت، لازم يبقى عندك بيت وزوجة وولاد، ولا انت مش قادر تنسى مديحة؟ هو الحقيقة فعلا لسه ما نسيتهاش يا رحمة، ومش قادر اشوف حد غيرها، فخلاص بقى مش هغصب نفسي يعني على حاجة. طب ايه رأيك في مروة؟ بنت جدعة ومتربية وعارفين اخلاقها، والاهم من ده كله انها دكتورة زيك، يعني هتبقوا متفاهمين. وكفاية يا سيدي انها بنت خالتنا، ويبقى زيتنا في دقيقنا. مش مؤمنة بالحب ولا يا رحمة؟ أنا مش حاسس إن أنا هقدر أحب مروة، يعني مش شايفها أكتر من أختي. يا حبيبي الحب بيجي بعد الجواز، يعني مع العشرة والمعاملة. أنا واثقة إنك هتحبها. بقولك إيه، فكر في الموضوع براحتك، أنا هروح المشغل أشوف البنات بيعملوا إيه، ولما أرجع يا رب تكون خدت قرارك. أنا قلت خلاص، حطينا المجموعة في جيبنا، وعيلة الحاج ما بتفهمش أي حاجة في شغلنا، وبين يوم وليلة يطلع لنا عفريت العلبة كده ينطنا. الله يا رفعت بيه، ده انت طول عمرك لا بتقرا لا من صبري ولا من سليم، وكنت بتقول دايما ما بيفهموش ولا حاجة. يعني ايه الواد ابن امبارح اللي ما يعرفش اي حاجة عن شغلنا هو اللي هيحبس دمنا؟ هو ده اللي حصل. الله، ازاي يعني؟ مسك عليا تحويل حسابات الشركة على الحساب الخاص، وعرف ان انا بعمل ده مرة كل شهر. يعني ايه مش هنستخدم الحساب ده تاني؟ انا معرفش هو عايز يعمل معايا ايه. وانت هتعمل ايه يا رفعت بيه؟ انا لحد دلوقتي قعدني قدامه زي التلميذ الخايب ومستني هو هيعمل معايا ايه. الله، دلوقتي بقى زمانه بيبلغ ماجد وثابت، وكل اللي بنيناه طول عمرنا اتهد في لحظه. يا ابني بطل خيابه، هو ما بيفكرش زينا كده، هو قاعد بيركز في شغله بس، والورق قدامه والمستندات وعمال يقلب فيها. طبعا هيدور على حاجه جديده. الله، طب هنعمل ايه؟ انا دلوقتي انا اللي جايبكم عشان كده، احنا عايزين نهدى شويه ونفكر، احنا مش عايزينه يعلم علينا، احنا اللي نعلم عليه. على فكره يا بابا، سمير كان رايه من رايي. طبعا يا عم. طيب يا اولاد انا هطلع فوق بقى وانتوا روحوا. طب هطلع اوصلك يا بابا. طيب تصبح على خير يا سمير. وانت من اهله عم. بابا، هو انت لسه برضو شايف ان سمير ما ينفعنيش؟ والله دي حاجة في علم الغيب يا بنتي، انت عارفة طبعا ان انا اتمنى لك السعادة من كل قلبي، وعارفة كمان اني لو بختار مش هختار. للدرجة دي انت ما بتغيرش رأيك في حد ابدا؟ يا حبيبتي وانا رأيي تعبكم في ايه بس؟ دي حاجات عدت خلاص. ربنا يهنيك يا بنتي ويسعدك، تصبح على خير. انت من اهل حبيبي. شغل السرفلة محتاج دقة اكتر من كده. حاضر يا مدام. اظبطي ايديكي. ها، الحاجات اللي هتتقفل اوفر كلها خلوها في الاخر خالص، وعايزه تقفلي الحته تكون مظبوط. بس احنا عندنا مقطعية محددها لنا مدام محاسن، واللي مش هتعمل المقطعية بتاعتها هيتخصم من اليومية دي. لا يا حبيبتي بالعكس، ده اللي هتعمل مقطعية صح هعمل لها مكافأة، انا مش عايزة كروتة في الشغل. حاضر يا مدام. ايه الاخبار؟ كويسين؟ وانت يا محاسن جوزتي ولا لسه؟ لسه يا مدام. يا رب بقى يا اختي اتجوزي وخلصينا من همك بلا وجع قلب. مش عارفه كان ممكن اعمل ايه من غيرك يا حبيبي. ما كانش ينفع تكوني من غيري، ولا كان ينفع اكون من غيرك. احنا اتخلقنا عشان بعض يا حبيبتي. عمري ما تخيلت ان انا ممكن احب راجل الحب ده كله. وانا عمري بجد ما تخيلت ان في واحده في الدنيا ممكن تشقلب كياني زيك.
او تعمل اللي انت بتعمليه علشاني. بس انا ما بعملش حاجه. متهيألك. عارفه انا بقيت حاسس بجد ان انا مربوط بيكي، ما اقدرش اتخيل ان انا ابعد عنك لحظه واحده. انا كمان ما اقدرش استغنى عنك. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. اه صحيح، ماجد وثابت كانوا عاوزينك تروحي الشركه عشان تمدي حبه ورق مهم هناك. ما تمديهم انت، انا مش عايزه اروح في حته ومش عايزه اشوفهم اصلا. يا حبيبتي ما ينفعش امديهم انا، ولا ينفع حتى اجيب لك الاوراق هنا تمديهم. ده ورق مهم لازم كل الشركاء يمدوه بنفسهم، او على الاقل حد معاه توكيل هو اللي يمديه. طيب ماشي حبيبي، انا هتصرف في الموضوع ده. اللي يعمله في السريع واتكل على الله. هو مش ده بيتي ولا ايه؟ هو بيتك فعلا يا ثابت، وانا قاعده هنا علشان الاولاد، وشرط الاساس ان انت ما تكونش موجود في البيت ده. ولو صممت يعني وعايز تبقى موجود في البيت مفيش مشكله بالنسبه لي، انا همشي من دلوقتي. ده ايه الغل ده؟ معلش، بس يا ريت تنفذ لي طلبي اللي طلبته منك. سلوى، انا جاي ابات هنا. يبقى انا مش هبات هنا يا ثابت. براحتك. من فضلك انا هطلع اجيب الاولاد، مش عايزاهم اشوفوك واحنا ماشيين. انتي فعلا هتمشي؟ الموضوع ده مفهوش هزار. انت اتجننتي؟ انا قلت لك اللي فيها. طب قولي لي عايزه ايه وانا اعملهولك. تطلقني يا ثابت، وانا والله العظيم مش هقول لاولادك اي كلمه وحشه عنك. مش هطلق. احنا مش كان في بينا اتفاق؟ فاكره ولا نسيه؟ ناسيه ومش عايزه افتكر. انت ايه يا اخي؟ انت مش اتجوزت؟ يبقى انا من حقي انا كمان اطلق واشوف حياتي بعيد عنك. حياتك؟ طب مش هطلق. طب خليك عارف يا ثابت ان ولادك هيطلعوا بيكرهوك كره العمى، مش زي كرهك لابوك. لا، كره اصعب من كده بكتير قوي، كره ملوش اول من اخر. ياه، للدرجات دي كرهتي؟ واكتر. بس انا بحبك يا اخي. ده انت ما حبيتش اللي خلفوك، هتحبني انا؟ يلا كل واحد على مكتبه. أبدا سامي، ليه ده مسخرة؟ أهلا يا ماجد. إيه اللي بيحصل ده؟ لا ده مجرد تدريب بسيط عشان التعامل مع العملاء يعني. تدريب إيه؟ ده ضحك مايع قوي. لا ما أنا لسه حاسبط المواضيع أكتر من كده عشان الجماعه بتوع الاستقبال يبقوا يعني واجهه حسنه مفرحه كده في وش عملاء الشركه. يا عم اللي بيحصل ده ما يصحش. ما يصحش ايه بس يا ماجد؟ كل اللي بيحصل ده غلط يا ماجد. ده عشان واجهه الشركه. الشركه دي ليها اسمها ومنتجاتها ماليه السوق، مش كوافير. كوافير؟ هي حصلت. اهلا وسهلا يا مديحه هانم. أهلا، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. اتفضلي. اتفضل. شكرا. قبل ما اخلص حضرتك التوكيل كان في حاجات كده عايز اعرفها لحضرتك. اتفضل. ليه حضرتك ما تعمليش توكيل رسمي وعام برضه بس ليه يجوز استخدامه لا في البيع ولا في الشراء؟ ما
بص حضرتك، انا عامله التوكيل ده لجوزي، يعني عايزه بالتوكيل ده يبقى عنده نفس الصلاحيات بتاعتي بالظبط. عموما هو ده اللي انا كنت حضرتك عايزك تعرفيه، ان في الحاله دي الزوج يقدر يتصرف في كل ممتلكاتك من غير ما يرجع لك. انا فاهمه، وهو ده اللي انا عايزه اعمله. انا مش فاهمه مالها هاله، انسانه محترمه وبنت عيله وجدعه، والاهم من ده كله انها هتقدر شغلك ومشاكلك. يا رحمه، ما انا اكيد عارف كل اللي بتقوليه ده، تنسي ان انا اعرفها من زمان ولا ايه؟ طيب امال ايه بقى؟ يا رحمه، الانسان اللي هتجوزها دي لازم اكون بحبها، وبعدين هاله بالنسبه لي مش اكتر من زميله. انت يا دكتور بتتكلم عن الحب؟ انا كنت فاكراك انك عملي وعايز تتجوز واحده لمجرد ان اخلاقها عاليه. امال ازاي كنت هتتجوز مديحه؟ ده انت كنت بتحبها بقى. ما ترد. انا فعلا كنت بحبها يا رحمه، بس خلاص بقى ما عادش لي لازمه الكلام ده دلوقتي. عندك حق، ما عادش لي لازمه، وانا مش هفتحك في الموضوع ده تاني، بس عايزه اقول لك حاجه واحده، دي مش نهايه العالم، لازم تحب تاني وتتجوز وتعمل اسره، وبعد الجواز ان شاء الله الحب هيجي حبيبي، بس لازم تعمل حياه. ربنا يقدم بقى اللي فيه الخير يا رحمه. ان شاء الله. ايه ده؟ جواب حب ولا ايه؟ حاجة زي كده. فزورة بقى. شوف. ايه ده يا مديحة؟ توكيل. ليه كده بس يا حبيبتي؟ انت عارف ان انا مش عايزة ادخل المجموعة دي بعد ما بابا سمع، وبعدين مش هفضل كل شوية اتعبك علشان موضوع الاوراق اللي بتتمضي دي، وبعدين انا عندي مين في الدنيا اعتمد عليه غيرك؟ ولا انت رأيك ايه؟ رأيي ان انت مراتي وحبيبتي، كل حاجة حلوة في حياتي. طب ما تقول الماجد يطلب حقه في ذهب ومجوهرات امه، دي امهم ومن حقهم يورثوا فيها. ماجد حاول مرة يفتح معاه الكلام ده بهدله، مش هيقدر يتكلم في الموضوع ده خالص. لا يا حبيبتي، ده حقكم والحق مفهوش كسوف، انت تقفي كده تسخنيه وتنحرريه وتخليه يطلب حقه. مش هو ده الحل خالص يا ماما، ماجد مش هيقدر يتكلم معاه خالص. مالك يا بنتي كل شويه ماسكه دماغك كده؟ بعد اذنك يا ماما. مالها دي بس، مالها دي؟ وانت ناوي تقعد من غير شغل يا ابراهيم؟ شغل ايه يا عبد الله؟ لا لا، مش عايز اشتغل. بالذمه ده كلام يقوله ابراهيم الطيب؟ انت راجل بصحتك تقدر تشتغل وتكسب اكتر من الاول كمان. انا تعبان يا عبد الله، مش عارف افكر حتى اشتغل ايه، بس انا عايز اقعد لوحدي شويه وارتاح. عموما رحمه بتنظف لك المضيفه وبترتب لك وتفرش لك اوضه ملوك يا عم. ملوكي ايه؟ روق كده يا راجل،
قوم تعالى معايا. على فين؟ هوريك بعينك ومش مهم الشاي.